السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا في الحلقه الثانيه اللي غادي نجيبوا فيها الكانتي ديال نهار الاحد 7 فيفري 2021. هاد لا رينيو اللي كاينه فانسن تيب ديال هالات لي كروسا 13 عاوده على المسافه ديال 2700 متر، ديبار ديالها مع 3 و4. نذكر الاخوان قبل ما نبداو الحلقه بلي راه كاين الحلقه الاولى شفنا فيها العودان اشنو تيديروا في الديفراج اللي عندهم، يعني الصفيح، واشنو تيديروا في لاكورد غوش، واشنو تيديروا في الديستونس في المسافه. هذه هي الحلقة الثانية، ونذكركم بالحلقة الأولى خطرة القهوة في الفيديو وغتلقاوها في الأخر ديال الفيديو، ندخل أنا الجبدة وأناليزي على خاطرك. المهم هذه هي الحلقة الثانية اللي غادي نشوفوا فيها أحسن الركوردات في الديستونس وأحسن الركوردات في الباركور ديال العودان، الباركور ديال فانسن، وغادي نشوفوا أحسن لي زونترينور على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي والبلاسمو ولا ريوسي، وكذلك ومثال الدرايفرات على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي والبلاسمو ولا ريوسي. يلا خويا بلا ما نطول عليكم، راه مساج دعموا الحلقه بلي لايك، وشكرا لكم بزاف بزاف غير باش شويه في مشاهده. يلا خويا الطابلو اللي قدامنا هو ديال العودان في الديستونس، نشوفوا احسن ريكورد عند من احسن ريكورد كاين عند 13 اللي غادي به نيفارد، هذا هو الريكورد ديالو، دير بيه 3 في 2021 شهر 1 نهار 31. من وراه كاين الخمسة دير فيه برومي، هذا هو الريكورد ديالو في 2020. من وراه كاين 3 دير به دوزيام، هذا هو الريكورد ديالو في 2020. من وراه 10 دير به ساتيام في 2020، هذا هو الريكورد ديالو 7، هذا هو الريكورد ديالو، دير به 4 في 2020. 12 دير به، هذا هو الريكورد ديالو، دير به دوزيام في 2020. 6 دير به 5 في 2020، هذا هو الريكورد ديالو. الأونز دير به دوزيام في 2020، هذا هو الريكورد ديالو. الويت هذا هو الريكورد ديالو، دير به 4 في 2020. الناف دير به 3 في 2020 شهر 8. الان هذا هو الريكورد ديالو، دير به 4 في 2021 شهر 1 نهار 21. دو دير به برومي، هذا هو الريكورد ديالو في 2020 شهر 12. الكات دير به 3 في 2020 شهر 1. كما تشوفوا الخوت هنا شفنا الركوردات على حساب الديستونس المسافه، شكون احسن الركورد عندنا. دابا غادي ندوزو نشوفو الباركور الخوت، شوفوا احسن ركوردات عندنا في الباركور. كذلك هو مثال كان عند 3 الخوت، هذا هو الركورد ديالو، دار بيه 3 فانسن. هنايا 5 كلهم بعدا الخوت، كلهم راه لاعبين فانسن، ما كاينش واحد فيهم اللي ما لعبش فيه. 5 هذا هو الركورد ديالو، دار بيه برومي. 3 دير بي دوزيام، هذا هو الريكورد ديالو. 10 دير بي ساتيام. 7 دير بي 4، 12 دير بي دوزيام. 6 دير بي 5، 11 دير بي دوزيام. 8 دير بي 4، 9 دير بي 3، 1 دير بي 4، 2 دير بي برومي، 4 دير بي 3. كما تشوفوا خوت الطابلو ديال الباركور ديال فانسن، احسن الريكوردات في الباركور ديال فانسن. دابا غادي ندوزو للطابلو ديال لي زونترينور، غادي نشوفو احسن لي زونترينور على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي، شكون لي مكلاسي الاولاني. 7 هو الاولاني، عندو 63 كورس، 6 فيكتوار، 22 بلاصي. من وراه كاين 13 عندو 49 كورس، عندو 5 فيكتوار، 22 بلاصي. من وراه كاين 11 عندو 3 عندو جوج عودان، الير عندو جوج عودان، هاد لونترينور عندو جوج عودان، عندو الأونز وعندو الناف، عندو 33 كورس، عندو 5 فيكتوار، عندو 10 بلاصي. من وراهم كاين 2 عندو 18 كورس، عندو 5 فيكتوار، عندو 5 بلاصي. لويت عندو 28 كورس، عندو 2 فيكتوار، عندو 10 بلاصي. 5 عندو 6 ديال لي كورس، عندو فيكتوار وحدة، عندو 4 بلاصي. الآ عندو 6 ديال لي كورس، عندو فيكتوار وحدة، 3 بلاصي. 12 عنده 3 ديال لي كورس، ما عندوش حتى شي فيكتوار، عنده بلاسمو. 10 عنده فيكتوار وحده، عنده كورس وحده، ما عندوش حتى شي فيكتوار، ما عندوش حتى شي بلاسمو. 6 عنده 37 كورس، 6 الخوت روجر راه عنده جاودان، عنده 6 والكات، عنده 37 كورس، ما عندوش حتى شي فيكتوار، عنده 14 بلاسمو. 3 عنده 5 ديال لي كورس، ما عندوش حتى شي فيكتوار، عنده 2 بلاسمو. هنا الخوت فيما يخص لي فيكتوار، غنشوفو لي زونترينور لي تيتبلاصاو بزاف في الكانتي. 13 هو الأولاني، 22 بلاسمو. من وراه 7 22 بلاسمو تا هو. من وراه 6
والكات عنده 14 بلاسمو، 10 ديال البلاسمو كاينه عند تيس والناف كاينه عند الأونز والناف والويت، 5 ديال البلاسمو كاينه عند جوج، الخمسة عنده 4 ديال البلاسمو، الأ عنده 3 ديال البلاسمو، 3 عنده 2 ديال البلاسمو، 12 عنده بلاسمو وحده، 10 ما عنده حتى شي بلاسمو. دابا غادي نشوفو لا ريوسي، اللي عنده لا ريوسي بزاف هو الخمسة، عنده 83% ديال ريوسي. من وراه كاين الأ عنده 66% ديال ريوسي، 13 عنده 55% ديال ريوسي هو 2، 45% ديال ريوسي كاين عند الأونز والناف، 44% ديال ريوسي عند السات، لويت عنده 42% ديال ريوسي، تروا عنده 40% ديال ريوسي، 37% ديال ريوسي كاين عند السيس والكات، 12 عنده 33% ديال ريوسي، 10 عنده 0% ديال ريوسي، لحقاش ما عنده لا فيكتوار ما عنده لا بلاسمو، داكشي علاش عنده 0% ديال ريوسي. دابا الخوت غادي ندوزو نشوفو لي درايفر المزيانين على حساب الرباحات ديالهم في الكانتي. المزيان فيهم هو السات إريك رافان، عنده 122 كورس، عنده 19 فيكتوار، 47 بلاصي. من وراه كاين الكات، عنده 93 كورس، عنده 11 فيكتوار، عنده 32 بلاصي. من وراه كاين 13، عنده 113 كورس، عنده 10 فيكتوار، عنده 49 بلاصي. من وراه كاين 11، عنده 103 ديال لي كورس، عنده 10 فيكتوار، عنده 34 بلاصي. من وراه كاين 12، عنده 90 كورس، عنده 9 فيكتوار، 23 بلاصي. من وراه كاين 3، عنده 88 كورس، عنده 8 فيكتوار، 27 بلاصي. 5 عنده 82 كورس، عنده 6 فيكتوار، عنده 23 بلاصي. من وراه كاين 9، عنده 65 كورس، عنده 3 فيكتوار، عنده 23 بلاصي. 6 عنده 56 كورس، عنده 3 فيكتوار، عنده 10 بلاصي. من وراه كاين 2، عنده 6 ديال لي كورس، عنده 3 فيكتوار، عنده 2 بلاصمون. من وراه كاين لويت، عنده 27 كورس، عنده 2 فيكتوار، عنده 11 بلاصمون. من وراه كاين 10، عنده كورس وحده، ما عنده حتى شي فيكتوار، ما عنده حتى شي بلاصمون. من وراه كاين ال ان، عنده 2 ديال لي كورس، ما عنده حتى شي فيكتوار، عنده غير بلاصمو. هنا شفنا من ناحيه ديال لي فيكتوار. دابا غادي نشوفو الجواكه اللي تيتبلاصاو بزاف. اول جوكي تيتبلاصا بزاف هو 13، عنده 49 بلاصمو. من وراه كاين 7 اريك رافان، عنده 47 بلاصمو. من وراه كاين 11 سيوماني، 34 بلاصمو. من وراه كاين 4، 32 بلاصمو. من وراه 3، 27 بلاصمو. 23 بلاصمو كاين عند 12 وعند 9 وعند 5. لويس عنده 11 بلاصمو، 6 عنده 10 ديال البلاصمو، 2 عنده 2 ديال البلاصمو، الان عنده بلاصمو وحده، 10 ما عنده حتى شي بلاصاج. دابا غادي نشوفو لا ريوسي، اللي عنده لا ريوسي بزاف هو 2، عنده 83% ديال ريوسي. من وراه كاين 7، 54% ديال ريوسي، 13 عنده 52% ديال ريوسي، الواحد عنده 50% ديال ريوسي، لويت عنده 48% ديال ريوسي، 10 لويت قلنا 48% ديال ريوسي، الكات عنده 46% ديال ريوسي، الأونز عنده 42% ديال ريوسي، الناف عنده 40% ديال ريوسي، 3 39% ديال ريوسي، 12 عنده 35% ديال ريوسي هو، و 5 حتى هو عنده 35% ديال ريوسي، 6 عنده 23% ديال ريوسي، 10 عنده 0% ديال ريوسي، عنده كورس وحده ديستونسا فيها ما دخلش. الخوت حنا جينا على الحلقه، نذكركم بلي كاين الحلقه الاولى راه شفنا فيها شنو تيديروا عاودا في الديفراج، وشنو تيديروا في لاكورد بوش، وشنو تيديروا في ديستونس المسافه. هاد الحلقه هادي شفنا فيها احسن الجواكه واحسن لي زونطريون حساب ربع هاد في الكانتي، شفنا احسن الركوردات في الباركور وفي الديستونس ديال العودان. الحلقه الجايه غادي نشوفوا لي كونديسيون اللي عند العودان من ناحيه ديال الركورد في الباركور والركورد في الديستونس ولي زونطريون والدرايفرات. الخوش غير ما تنساوش الخوت دعموا الحلقه بلي لايك،
شكرا لكم بزاف بزاف، وسمحوا لي بزاف اللي طولت عليكم. نتمنى لكم الخير للجميع، والله يسهل على كل واحد الخوت، وحد سعيد للجميع. يلا نهاركم مبروك الخوت، يلا الله يعاون. سلامة.